And I now give the floor to the representative of the Syrian Arab Republic. شكرا سيد الرئيس يصادف اليوم الذكرى الخامسة والعشرين لدخول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ والتي تمثل ركيزة أساسية من ركائز نظام منع الانتشار وتهدف لتجنيب البشرية الآثار الكارثية وويلات استخدام هذا النوع من اسلحه الدمار الشامل. الا ان تحقيق عالميه هذه الاتفاقيه سيبقى بعيد المنال طالما هناك من يستمر في توفير الحصانه لاسرائيل وما تمتلكه من ترسنه الاسلحه الكيميائيه وغيرها من اسلحه الدمار الشامل والتي تمثل تهديدا خطيرا للسلم والامن الاقليمي والدولي. ان هذه الاتفاقيه وجهادها التنفيذي على الرغم من انها حققت انجازات هامه من اهمها مساعده الحكومه السوريه في العام 2013 بالتخلص من مخزوناتها من الاسلحه الكيميائيه واستحقت عليه منظمه حظر الاسلحه الكيميائيه جائزه نوبل للسلام، إلا أن تطبيق هذه الاتفاقية واجه تحديات جسيمة جراء مماطلة الولايات المتحدة الأمريكية في الامتثال لالتزاماتها بتدمير مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ضمن الآجال المحددة لها. إلى جانب ما تعرضت له هذه الاتفاقية في السنوات الأخيرة من تلاعب في أحكامها وتسييس لاهدافها من قبل حكومات بعض الدول الغربيه التي عملت على استخدامها اداه لاستهداف وابتزاز حكومات دول ترفض الرضوخ لاملاءاتها. السيدات والساده، ان هذا الشهر يذكرنا ايضا بعدوانين عسكريين على سياده وسلامه الاراضي السوريه. الاول نفذته الولايات المتحده الامريكيه في السابع من نيسان عام 2017، واستهدف مطار الشعيرات. والثاني ارتكبته الولايات المتحده الامريكيه والمملكه المتحده وفرنسا في الرابع عشر من نيسان 2018، واستهدف مركز البحوث والدراسات العلميه ومواقع اخرى. ان تلك الاعتداءات غير المبرره تستوجب مساءله المعتدين عنها ومن يثير موضوع مساءله مستخدمي الاسلحه الكيميائيه عليه ان يطالب بمساءله الدول التي وفرت الدعم للتنظيمات الارهابيه ومكنتها من حيازه واستخدام اسلحه ومواد كيميائيه سامه ان المساءله مساله قانونيه هامه وحساسه يجب ان تستند الى تحقيقات مهنيه وموضوعيه وان تبنى على ادله وبراهين قاطعه وملموسه ووفقا لاليات قانونيه لا تشوبها ايه شائبه فالمساءله لا تتحقق من خلال التلاعب بنصوص الاتفاقيات وبتجاوز احكام ميثاق الامم المتحده ولا تتحقق من خلال انشاء اليات لا شرعيه تمارس تمارس عملها بشكل يخالف المعايير القانونيه المعمول بها دوليا. ولا تتحقق من خلال اتباع طرائق عمل خاطئه وغير مهنيه. السيد الرئيس لقد تعاونت الجمهوريه العربيه السوريه بشكل كامل مع منظمه حظر الاسلحه الكيميائيه. واوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاقيه. فسوريا انضمت الى الاتفاقيه طوعا وبحسن نيه، واظهرت انفتاحا بتطبيقها على نحو فوري وقبل دخولها حيز النفاذ بالنسبه لها، حيث قدمت معلومات مفصله بما فيها اسماء عوامل كيميائيه وانواعها وكمياتها، وانواع الذخائر ومرافق الانتاج والتخزين، ومن ثم دمرت مخزوناتها ومرافق انتاجها، بجهود مشتركه وبفتره قياسيه، الامر الذي تشهد عليه تقارير المنظمه ذات الصله. ان الجمهوريه العربيه السوريه دأبت بشكل متواتر على تزويد كل من لجنه القرار 1540 التابعه لمجلس الامن والامانه الفنيه لمنظمه حظر الاسلحه الكيميائيه بمعلومات حول سعي ارهابي تنظيمي داعش وجبهه النصره والكيانات الاخرى المرتبطه بهما للحصول على اسلحه كيميائيه ومواد كيميائيه سامه، ومحاولاتهم الهادفه الى استخدامها ضد السوريين، بما في ذلك تحضيراتهم للقيام بمسرحيات ملفقه عن تنفيذ هجمات كيميائيه بهدف اتهام الجيش العربي السوري بها. وفدي نقل مؤخرا معلومات حول حيازه تنظيم جبهه النصره هيئه تحرير الشام لمواد كيميائيه سامه وصواريخ تم تعديلها وتسليحها بهذه المواد السامه في محافظه ادلب، وبالتنسيق مع قوات النظام التركي، وذلك تحضيرا لتلفيق حادث كيميائي. ان حيازه تلك المجموعات الارهابيه لاسلحه كيميائيه او مواد كيميائيه سامه، واستخدامها أمر بالغ الخطورة. لذا وفدي يشدد على ضرورة التعامل بجدية مع هذه المعلومات الهامة. ويعتبر أيضا أن قيام جميع الدول الأطراف بالتطبيق الكامل والدقيق لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أمر حاسم لمنع وصول تلك الأسلحة إلى أيدي المجموعات الإرهابية. سيد الرئيس تحرص سوريا على عقد الاجتماع رفيع المستوى بين وزير الخارجية والمغتربين والمدير العام للمنظمة في أقرب وقت ممكن وذلك لمعالجة جميع المسائل المتصلة بعمل أفرقة المنظمة وفقا لجدول أعمال محدد وشامل يتيح تحقيق تقدم ملموس بشأنها تجدد سوريا ترحيبها بزياره فريق تقييم الاعلان لعقد جوله المشاورات الخامسه والعشرين وتعرب عن استعدادها لاستقبال هذا الفريق باستثناء عضو واحد سبق لها ان اعترضت على مشاركته جراء عدم التزامه بالموضوعيه والمهنيه في عمله وكما يعرف الجميع فان منظمه حظر الاسلحه الكيميائيه لديها مئات الخبراء القادرين على القيام بهذه المهمه الا اذا كان الامر يهدف الى افتعال مشكله او خلق انطباعات خاطئه عن التعاون السوري وفدي يرفض محاولات البعض للتشكيك في الاعلان السوري الاولي ويعتبر ان السرديه الاتهاميه المتكرره لبعض الدول ضد سوريا لا اساس لها اما فيما يتعلق ببعثه تقصي الحقائق فان سوريا كانت قد قدمت للبعثه كل اوجه التعاون والتسهيلات اللازمه للقيام بعملها الا ان هذه البعثه لم تلتزم بمرجعيات العمل المتفق عليها ولم تتقيد باحكام الاتفاقيه وانحرفت عن المهنيه والاستقلاليه المطلوبه في ادائها لعملها فالبعثه اكتفت باجراء تحقيقاتها عن بعد واستلمت عينات لم تقم بجمعها مباشره ودون ايه سلسله حضانه لها كما اعتمدت على صور وفيديوهات من المصادر المفتوحه التي تلفقها المجموعات الارهابيه ومشغليها الى جانب استماعها لافادات اشخاص تم جلبهم من البيئه الحاضنه للمجموعات الارهابيه. وفدي يعرب عن قلقه البالغ لتاخر ومماطله بعثه تقصي الحقائق بانجاز تقاريرها حول الحوادث التي طالبت سوريا بالتحقيق التحقيق بشان استخدام المجموعات الارهابيه للاسلحه الكيميائيه فيها. إذ أن هناك حوادث أبلغت عنها سوريا منذ أكثر من خمسة سنوات ولم تقدم هذه البعثة تقارير بشأنها حتى الآن ولم أسمع أي ملاحظة بهذا الشأن ختاما السيد الرئيس إن إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يمثل فرصة لتجديد الدعوة لابعاد منظمه حظر الاسلحه الكيميائيه عن التسييس والحفاظ على الطابع الفني لعملها ومعالجه الممارسات الخاطئه لافرقتها المختلفه. شكرا سيدي الرئيس. I thank the representative of the Syrian Arab Republic for his statement.